السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم فيديو جديد، كيكة بالشوكولا. المقادير اللي عندنا: 4 البيضات، كاس ديال الزبدة وزيت، كاس سنيدة، كاس ديال الحليب، قبصة ملح، جوج خمارات، 3 المعالق كبار ديال الكاكاو، جوج كيسان عامرين ديال الدقيق. بسم الله، هادي نبداو. 4 البيضات، كاس ديال سنيدة، قبصة ملح، كاس ديال الزبدة وزيت، كاس ديال الحليب. غادي نطربو هاد العناصر مزيان بالطراب الكهربائي. بعد ما تخلط عندنا الخليط اللي درنا مزيان، غادي نزيدو 3 د المعالق كبار ديال الكاكاو، الكاكاو مسوس، كندخلو هاد الكاكاو مزيان في هاد المقادير، نقلبوه مزيان، ونزيدو الدقيق شوية بشوية، من الأحسن تكون خفيفة متكونش تقيلة. كل ما كان الخليط ديالها خفيف تجي زوينه. نديرو الدقيق شويه بشويه، دابا غادي نزيدو جوج خمارات. هانتوما كتشوفو الكيكة ديالنا ما تقيلاش. غنخويوها في المول، بعد ما دهناه بالزبدة ورشيناه بالدقيق. شتي الخليط ديالنا كيف كيجي؟ ما تقيلش. دابا غادي ندخلوه على الفرن على درجة 180، 35 دقيقة ولا 30 دقيقة، مشعل من التحت. ها الكيكة ديالنا كيفاش جات بعد ما طابت نص ساعة. دابا غادي ندوزو للتزيين ديالها. التزيين كيبقى اختياري، كل واحد باش بغا يزين. أنا عندي الشكلاط بغنيسير، الشكلاط مدوب هو والكاكاو، وهادي نسقيها بنسكافي، قهوة سريعة الذوبان. دابا غادي ندوز نسقي الكيكة. بسم الله، كديرلها بحال شي كيكة صغيورين غير هكدا باش كتدخل فيها هاد الكافي، وكنحاول نسقيها شوية بشوية حتى كتشرب ليه هاد القهوة. معلقة صغيرة ديال القهوة سريعة الذوبان، نص كاس ديال الماء بدون سكر، لأن غادي نديرو لها الشكلاط غادي تجي حلوة مزيان وديجا فيها السكر.
دابا غادي ندير لها الشوكولا اللي ديجا دوبت مع الكاكاو، مع معلقه كبيره ديال الكاكاو. والكيكه انا درتها هي من التحت طابت ليا مزيان، ما شالتش عليها كاع الفوق فران كهربائي. دابا كنزينها بربيع الهسين فوق الشكلاط اللي درنا لها. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا، هانتوما كتشوفوا كيفاش جات. انا نقطع لكم، كتجي فتيه من الداخل مزيانه هشيشه. هانتوما كي كتجي من الداخل بعد ما قطعتها كتجي عجيبه وهشيشه ومذاق رائع.